هذا وتعتبر مملكة البحرين من الدول الرائدة في إعداد برامج التمنيع الموسع سعيا لتغطية شريحة كبيرة من المجتمع، وذلك لرفع معدلات المناعة المجتمعية ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها عن طريق اللقاحات، وذلك في إطار الدعم اللامحدود الذي تقدمه المملكة من خدمات صحية عالية الجودة والتي يحتذى بها على مختلف الأصعدة.